السبب سيدي علاش عادي يوقفوا لي الوراق باقي ما عرفوش، والسبب 100% عادي اصبح النور عباد الله في هذه العشيه. نتمنى من الله تكونوا بيان وتكونوا في احسن الاحوال وتكونوا احسن مني انا في هذه الساعه مغير حيتش مرون مع البراوات، البراوات اللي حمقوا النص بلجيكا واللي باقي واحد النص بعقله عادي يحمق غير بلاتي. جبرتوني مرون مع هاد البراوات هادو كيما كتشوفوا، حمقوا الناس كاملين في بلجيكا باش هرب لهم فريه. هادو ما براوات اللي غيخرجوا على عباد الله هنا في اوروبا عامه. يا الله يا ربي، هاد البراوات هادو اللي وريتكم دابا كاين فيهم مولطات وكاين فيهم الضريبه وكاين فيهم الضوء والماء والغاز والكره هاد البراوات هادو نص بلجيكا والله العظيم نص بلجيكا راه هرب له فريه بسبب ديال هاد البراوات. كتجيب راه كتخلصها عاود كتجيب راه اخرى عاود كتجيب راه اخرى، ماشي مشكل ديال الخلاصات ولكن كاين الخلاصات كيتخلصوا ولكن بعد المشاكل كيجي واقف هاد البرا هادو. كيما جاني هاد المشكل هذا اللي جيت نبارطاجيه معاكم، اللي تقريبا هادي سيمانه وانا مخبعو عندي في قلبي سيمانه دابا باش جاتني واحد البرا اللي هي كنت كنتسناها وما كنتش كنتسناها الصراحه، ولهذا نزل الكاميرا هنايا بعدا. الناس اللي متبعني في هاد الكانال هادي وعارفين القصه ديالي كامله، عارفيني بلي انا شحال تعذبت وشحال سفريت في هاد الارض هادي. كنت عايش في اسبانيا، حركت صوت حمقوني، حركت وجيت لاسبانيا وبقيت بلا ورق مده شي 4 سنين ولا 5 سنين حتى العقل ما بقاليش باش نبقى نحسب حال الناس، وسردوني للمغرب وليت عاود حركت مره ثانيه وليت لاسبانيا وقلت عادي نبدل ما عطاتنيش هاد الارض هادي. وفين مشيت لفرنسا. ملي مشيت لفرنسا عاود قوس واحد تقريبا واحد عامين وتما جيت حاليا بلجيكا، ما عطاتنيش فرنسا وجيت حاليا بلجيكا. في بلجيكا في مده قصيره عملت فيها الوراق. بزاف ديال الناس منكم اللي عملت لكم فيديو وقلت لكم بلي انا شبرت الوراق، بزاف ديال الناس قالوا لي انا ما كنبغيش الخير للناس وانا ما بغيتش نقول للناس كيفاش شبرت انا الوراق هنايا في بلجيكا في واحد مده قصيره. انا قلت لكم باللي كاينين جوج طرق تقدر تجبر بهم الوراق هنايا في بلجيكا، اللي الطريقه الاولى اللي هي معروفه اللي هي الزواج، والطريقه الثانيه اللي هي شي واحد عنده من العائله ديالك او لا تكون واحد صله القرابه بيناتكم، تكون عنده جنسيه اوروبيه ويكون عايش هنايا في بلجيكا، هذاك يقدر يعمل لك عائله، يعني يكون مجوج وعنده دار ديالو خدام ويخلص الضرائب ديالو المسائل ديالو يقدر يدفع لك الوراق وتقدر تشبر الوراق. وقلت لكم هذه الطريقه هذه هي اللي عملتها انا بالحق، ما عمقتش ما قلت لكم شي في التفاصيل وكيفاش وعلاش وش من وراق جيبت وشنو دفعت وشنو طلبوا لي، حيت انا مسانس كنبارطاجي معكم اي حاجه كنعملها. بالحق هذه ما بغيتش نبارطاجيها معكم، علاش؟ حيتاش خفت على راسي. اي واحد كيخاف على راسو، حيت كاين الناس الا كنتي نتينا كتشوف هاد الفيديو نتينا قلبك مزيان، كاين اللي ماشي مزيان، كاين اللي ما كيحملنيش يشوفني ضاحك. الا نتينا كيعجبك تشوفني ضاحك وتشوفني فرحان ومفرح الوالدين ديالي، كاين اللي ما كيحملنيش وما باغيليش الخير. علاش؟ الناس مصنوعين هيداك، كاين واحد النوع ديال الناس الله يسمح لنا منهم بالحق وما هيداك، خصهم يشوفوك ديما فاشل، ديما كتبكي، ديما ما فيك ما يتشاف، ديما مقود عليك. هاد الناس هادو كاينين، حيتاش بزاف نتوما شفتوني ملي كنت عايش في اسبانيا كانوا كيسردوا لي المخزن البلايص فين كنخدم، في فرنسا كذلك سردوا لي بوليس البلاصه فين كنخدم، هنايا في بلجيكا واحد المره عاود سردوا لي البوليس للدار عا كيشوفوا العنوان ديالي كيسردوا لي، حيتاش انا بعد حيتاش انا حراك، انا كنت حراك وكنعمل بزاف ديال الحاجات اللي هما ماشي قانونيين. الحراك دائما كيعمل الحاجات اللي هما ماشي قانونيين، مثلا كيخدم في الكحال ولا كيعمل شي حاجه ماشي هي هذيك، كاين اللي كيستغل هذه الفرصه هذه وكيعيط للبوليس وكيبلغ بك عليها. انا ما عمقتش معكم في كيفاش شبرت الوراق وما قلت لكمش ها فين مشيت واش من وراق جبت وشنو عملت وشكون هما هاد الناس اللي عملوا لي الوراق، كنبان بعيد، وشكون هما هاد الناس هادو اللي عملوا لي الوراق واش هما من العائله بصح. هادشي هذا ما بارطاجوش ما بغيتش يقولوا حيتاش عارف داكشي عاد يرجع عليا، فهمت؟ عاد يرجع عليا بالخايب، فهمتوني؟ الناس هادو كاين الناس اللي مزيانين كما قلت لكم وكاين الناس اللي ماشي مزيان، وديك الشيء اللي كنت خوفان منه طحت فيه. دابا انا طايح في هذا المشكل، دابا جاتني برا
بلا ما نوريكم حتى ما عرفتش نبقاش نوري اي حاجه. جاتني برا دابا من عند ملاكومين من الديوان، ما عرفتش من ديوان اللي عجيني من عند برا، جاتني برا مشنيه لاكومين، لاكومين من بلديه، جاتني برا من بلديه قالوا لي بلي غادي نوقفوا لك الاوراق. عرفتوا شنو هي يوقفوا لي الاوراق؟ 3 سنين والله ما نعرف شحال 3 سنين وانا بالوراق دابا. يلا بديت كنوقف على رجلي، سعمت السكينه ديالي، ساكن كاري دار في اسمي، وشريت الطوموبيل ديالي، خدام الخدمه مزيانه، الخدمه مزيونه، كنفرح الوالدين ديالي، فهمتوني يعني. يلا بديت كنفرح، يلا بديت كنعيش ديك الحياه السعيده اللي كنت كنتمناها. دابا قال لك عادي يوقفوا لي الاوراق. السبب سيدي علاش غادي يوقفوا لي الوراق باقي ما عرفوش، والسبب 100% غادي يرجع عند شي حاجه ما داكشي اللي كنت خوفان منه، يا اما شي واحد عطاني السخون، يا اما انا ما عملتش شي حاجه اللي هي ماشي قانونيه باش بنادم يعطيني السخون، ولكن ما خصنيش ندخل في التفاصيل بزاف. ما تكون طايح مخوني صاحبي، قاعد شي يا في يوم بس فاهم شي قطع نسيو هيدا قطع هيدا قطع، ربيت راسي باش ربي قطوطه الناس انهم كتغوت فيا الجوع من بلبلين اللي عاقلين. بزاف ديال الناس كيرفضوا له في هذا القانون هذا اللي دفعت فيه وشبرت فيه الاوراق. انا نعطاني الاوراق 5 سنين، كيعطيو كل كيعطيوك الاوراق 5 سنين قضاء، وبعض المرات كيزولوهم لك الا كنتي ما متبعش ديك القوانين ديال ديك ديال ديك القانون هذاك. حيت دابا هما ما قالوا ليش علاش عادي يوقفوا لي الاوراق، قالوا لي جيب الكارطه ديالك واجي راه غادي نوقفوا لك الاوراق حيتاش ما تبعتيش القوانين ديال هذا القانون هذا. حيت هذا القانون عنده يعني عنده شروط ديالو، وانا ما نعرفش شنو عملت، ما فاهمش واش حيت زودت لادريس، حيت انا ما بقيتش عامل لادريس مع ديك الناس اللي دفعوا لي الاوراق، ما بقيتش معاهم في لادريس، اولا شي واحد عطى السخون قال لك انا ملي انا دافع ديك الاوراق ديال الوراق ديال، حيتاش هنايا كيطلبوا لك شي هاد الناس هادو اللي غيعملوا لك الوراق كيطلبوا لك باللي هما كانوا كيصرفوا عليك، يا اما كانوا كيعاونوك يسردوا لك الفلوس ولا شي حاجه. انا كانوا عندي قدام ماشي كافيين، كانوا عندي شي 4 ولا 5 وما كيطلبوا بزاف، المهم هادشي مخربق هذا وانا تخربقت وما عرفتش شنو كنقول، وما عرفتش علاش عامل هاد الفيديو ومرون، ما نكذبش عليكم مرون مره، ما عرفتش من شمين شمين ما والله ما براوسه وما حدايا وما فين وما حمقوني يا صاحبي، والله العظيم الا حمقونا هاد براوسه صاحبي. وانا سبحان الله ملي كيبقاو يجيوني براوس قلب ديالي كيبقى يضرب، اي كيجيوني براوس قلبي اقول الله ديالي شاد برا عاوس، ديال الضو هانيه راه خالصه، هادي مولطه ديال شي طوموبيل باركيسه فشي بلاصه، هانيه ديالي شاد برا عاوس، عاود شي دوله عاود شي كذا شي كيرونوني هاد براوس صاحبي. بحال اللي حاس شي نهار عادي يجي تجيني واحد برا من عندهم يقولوا لي ناقصك شي ورقه ما كملتيها ناشي ولا مشي جيبها ولا كذا، وغيوقفوا لي الوراق وهاد التخربيق هذا. ما كاينش بحال ورق الزواج اخي، اي والله فهاد الارض هادي الوراق ديال الزواج هما اللي يوقفوا مع بنادم اخي، الوراق صحيح، اما الوراق ديال التخربيق هذا ما نعرف اخي. يوقفوا لينا يهرسوني دابا، يهرسوني مره والله ما نعرف اخي كذب عليكم، ما حيران حيران ما عرفتش شنو غادي نعمل. سيمانه دابا باش وقع هادشي هذا، باش جاتني هاد البرا هادي، دابا عطاوني اصبرك معاهم عمشي ندير لهم كارطه وغيقولوا لي شنو هو السبب باش هما غادي يوقفوا لي الوراق. واحد صاحبي عاود وقع له نفس المنظر، قال لي انا حيت زولت لادريس، انا ما كنتش عارف هاد القضيه هادي، اللي زولتي لادريس انا زولت لادريس شحال هادي، انا عندي لادريس هنايا في هاد الدار هادي الدار ديالي، اولا شي واحد عطاني والله ما نعرفها هاي. جو نو سي با ما صعيبه حتى تبدا من الاول. راه انا دابا بهاد الخدمه هادي انا خدام دابا، يعني داو لي الوراق غنوقف الخدمه، مع نوقف الخدمه عن الخياطه الدار ما نقدرش نخلص، الدار مساويه 1,200,000 و200 اورو كنخلصها انا هنايا في هاد الشهر، مي عنجيب انا 1,200 الا ما كنتش خدام. ما الله قططوا باللي قططوا باللي جات معاهم غدا عندكم شي كينقز ليهن، شي كينقز ليهن، شي مجبد ليهن، ايه تجيب ليا. دابا نتمنى من ديك الناس اللي كانوا كيخليو لي تعاليق، بزاف ديال التعاليق كانوا كيخليو لي كيقولوا لي بلي انا ما كنبغيش الخير للناس وما بغيتش نبارطاجي معاكم كيفاش عملت الوراق. دابا نتمنى تفهموني، دابا واقيلا غادي تفهموني ها علاش ما بغيتش، يعني ما عرفش انا شنو السبب باش يوقفوا لي الوراق. بالحق
تقدر الا كنت بارطاجيت شحال هذه معاكم، كيفاش عملتوا، فين مشيتوا، ها شكون يقول لكم، ها شكون اللي عمل لي الاوراق، وها اللي دفع لي، وها اللي عاوني وكذا. ديك الساعه في ديك السيمانه ما كانوش، ما كنتش غادي يشبروا مره، فهمتوني؟ ما حتى عيا نقول لكم شكون، غتعرفوا ماشي العائله ديالي، يعلقوا يبقى بنادم يدخل ويقول اه راه عملوا له الاوراق ماشي العائله ديالو، اه راه نعطيوه، اه راه كذا. راه كما كنقول لكم، راه ماشي انت اللي كتفرج فيا دابا، معاك انا هضر دابا، ماشي انت قلبك بيض، راه كلشي قلبه بيض. راه انا كاين بنادم كيصرد لي ميساج كيزبل فيا، ما عمري شو هذا، عمري شو الدنيا، عمري شو كيصرد لي كيزبل فيا، الله يعطيك الله يعطيك، ما كنحملك شي مع عند الله، ما نعرفش شنو، علاش انا ما عملت والو. نتلاقى في الزنقه نعطو من ودنو نطيرها له، ما كرهناش يبقاو لنا هاد الوراق هادو بالحق، وخا يزولوا لي الوراق انا نعمل اوراق اخرين ان شاء الله. حتى لا رجعت ريفولين المغرب عادي نرجع نحرق ان شاء الله. انا ما كان ياشي، ما كنرجعش الا وري لا عملت شي حاجه في بالي، راه غنوصل لها، غادي نوصل لها. وواحد الحاجه اللي خايبه في هاد الوراق هادو هي ملي كيكونوا عارفينك في ساكن، دابا انا الدار دخلنا الا زولوا لي الوراق الدار خصني الخير، حيت اش كيعطيوك الكيس اكسبولسيون، يعني ما يزولوا الوراق راه غيبقاو يجيو يشققوا عليا هنايا في الدار، خصني الخير الدار، غادي نمشي لبلاصه اخرى. هادشي اللي كاين اخي، صافي ما كاين شي حاجه نقولها لكم، هادشي اللي كاين. الوصلين ديالي نتلاقاو في شي فيديو اخر، نتمنى من الله ما نعرف، والله ما نعرف. دعوا معنا، دعوا معنا، تنقول لكم دعوا معنا بالشيفا، دعوا معنا بالباب، دعوا معنا والسلام، صلى الله، ونتلاقاو في شي فيديو اخر. اديوس.